كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه؟ حياتي بيصرفني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما هيغتصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جمال وفلاسفر، شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يالا، عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120 الف جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا قد؟ واحد. واحد ايه؟ قصده يقول لك 100 ألف يا باشا. 100 ألف جنيه؟ جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك يصدقني؟ 100 ألف اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش هنبقى. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب50 ألف اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. عرستها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ونقول امين. كله في البسين بيلين. على جمال الله. في ايه؟ انت تقعد ترقع لي في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفل لي. شيل ده من ده يرتاح، ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم ما هيش الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر، العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير المليين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل واللحظه الحقيقيه، عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضه. واحد، تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. يا بنت انت الاصل، والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا ولا يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله، لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى. يا بنت والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معيوبه يا صابر؟
بقيت ارض بر؟ يا دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضرب لك طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه سيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح جاي. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايز تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حياتي. هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. عندي درس في امريكا وعارف. عارف يا صابر؟ البت هبه دي زعلانه مني قوي. عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي. هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله؟ انت بسمعني خالص يا صابر؟ تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي مش لازم تسمعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف، وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده، فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلعنا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش. كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى، فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا. كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. انت بتعيط؟ ايه يا بت؟ هو في راجل بيعيط؟ امال مالك؟ شاطر ربي استرفع عيني يا حبيبي. طب ثانية واحدة، غفت؟ حاسك بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بموت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبدو أنت يا بني آدم. إيه سعادة البيه؟ خير أنا بني آدم؟ خير يا سعادة البيه؟ عربيتي فين؟ إيه ما خبيرش يا بيه عربيتي إيه؟ ما كانت واقفة هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شوية يا بيه.